ساعة. ليه البنت دايما، وانا شفت ده من خلال عملي المهني لما بتابع قضايا التحرش والاغتصاب، بشوف البنت بتتبهدل حتى في المحكمة. يلجأ الخصم دايما الى فكرة التشويه، وتعالوا نشوف لبسها كان عامل ازاي ونجيب ماضيها، هي البنت مدانة مسبقا. ده اللي حصل مع منة للأسف، يتم اغتيالها الآن. فهي بتقول أنا بعد أن كنت ضحية وجدت نفسي أنا الجاني، أنا المتهم، أنا الجلاد. يعني اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس بستاذن الاستاذ ميشيل، هو صديق عزيز ليا، ما يقاطعنيش هو الاستاذ. جزئيه بسيطه بس. مدى ما تم من فعل، من وقع، من الاثنين. هنا جريمه اللي وقعت عليها في الاول، وجريمتها بالتصوير والعرض تعد جريمه ولا لا؟ زي ما حضرتك عرضت السؤال، تعتبر جريمه ولا لا؟ الفعل ورد الفعل. احنا يا استاذ وائل، التعرض لانثى، التعرض لانثى كانت جريمه اسمها التعرض لانثى. القانون بتاعنا قانون العقوبات ده صدر سنه 37، لم تكن هناك جريمه بهذا الفعل او بهذا الاسم، جريمه التعرض لانثى او المعاكسه اللي احنا بنقول عليها باللغه الدارجه المعاكسه. سنه 53 اضيفت تلك الجريمه، وكانت العقوبه بتاعتها لا تتعدى اسبوع، اللي هي التعرض لانثى، وكان اسمها التعرض لانثى. يعني مش هنا تعرض للغير، لا اسمها بقى لا تحرش ولا تحرش ولا تحرش ولا مضايقات، التعبيرات بالزبط. دي انما هي في كل الاحوال جريمه. بالظبط. سنه 53 اضيفت الجريمه ديت، والمشرع نزلها وكان بيدي لها عقوبه الحد الاقصى فيها اسبوع، اللي بنقول عليها بلغتنا المعاكسه، واحد بيعكس حد. تمام. تم تعديلها، وكان يجب ان يكون هناك لفظ خادش للحياء، لفظ خادش للحياء، كان تعريف او تعريف الجريمه كده، ان انا اقول لفظ خادش للحياء. الكلام ده سنه 53. تمام. تم تعديلها سنه 81، وتم تغليظ العقوبه لما زادت واصبحت شهر، من اسبوع لشهر واصبحت نفس الجريمه برضو تسمى تعرض لانثى. صدر بعد كده تعديلات، اخرها تعديلين مهمين جدا قبل التعديل. التعرض الانثى هنا باي كلام يخدش للحياء، بلفظ يخدش للحياء. جينا بقى لقينا واحد يقول لك ايه، زميل زي الاستاذ مشيل يقول لك ده مش لفظ خدش للحياء. هو اللي بيقول لواحد يا عسل ده خدش للحياء؟ هو اللي بيقول لها يا قمر ده خدش للحياء؟ انت معايا؟ فاصبحت الجريمه بتتطلب تدخل من المشرع، فصدر المرسوم بقانون 11 لسنه 2011. سنه 2011 هنا استبدلت نص ده كله، النص بالكامل في 2011، والمرسوم بقانون 50 لسنه 2014. 2011 الواقعه بتاعت التحرير، واللي وقع على المرسوم بقانون المشير حسين طنطاوي، وسنه 2014 المستشار عدلي منصور. طيب نص او جوهر او مضمون، عشان بس انا بختلف مع الاساتذه، وفي ناس قانونيين سامعيننا، المضمون هنا ايه بقى؟ اللي اتحطوا جوه كل من تعرض للغير ما اصبحتش انثى، الغير ذكر او انثى، معايا؟ يعني ممكن الراجل يتعاكس فاصبح يقع عليه جريمه يكون مجني عليه، كل من تعرض للغير ذكر او انثى بامور بيخلطوا بامور وحط تحتيها سطر او ايحاءات او تلميحات جنسيه. يبقى الايحاءات والتلميحات الجنسيه شيء، وامور شيء تانية، من شانها ايه بقى؟ معايا؟ بالقول او الفعل. ومحكمه النقض قالت هذا الكلام، وانا حكم بيني وبينهم، بيني وبين الاستاذه والاستاذ ميشيل، القانونيين بيسمعونا، ممكن اي حد يتدخل. محكمه النقض قالت ايه في احكام زي دي؟ قالت ايه؟ قالت مجرد انك انت تمشي بعربيتك وتفتح باب السياره من غير ما توجه اي كلام للي ماشيه، ده تعرض مادي، ده اسمه ده تعرض، ده على طول يعني تعرض للغير. بالظبط، اللي هي جريمه التعرض لانثى او التعرض للغير. يعني حتى لو فتح لها باب العربيه كده بس من غير ما يتكلم، دي جريمه. بالظبط، في مكان عام او متروك او مكان خاص، ووضح للناس اللي شايفانا، متروك يعني يسير منه الناس، طريق يعني في طريق. انك انت تقول لها امور او افعال او ايحاءات باتصالات سلكية او لا سلكية، ومش شرط تكون جنسية زي ما الاستاذ ميشيل بيقول، وهقول ليه بنص القانون.
ليه؟ ليه ما بقولش جنسية؟ بأمور. يعني ايه أمور؟ يعني محكمة النقض قالت ان انا تعرض للأنثى او تعرض للغير، والتعرض ليس معناها التعرض المادي. يعني التعرض المادي مش انا اقف قدامها او ان انا امسك ايديها، لا، التعرض المادي ايه؟ ادعوها لسينما، ادعوها لكافيه، ده تعرض. ليه بقى؟ افسر ده ليه؟ او المشرع ابتغى من ده ايه؟ قال ايه؟ قال في الجزئية دي ايه؟ قال العبرة بما يقدم عليه الجاني من تعرض معايا، فاذا وافق ارادة من المجني عليها اصبح هنا لا عقاب. تمام؟ يعني انا النهارده بقول لها تعالي اشربي الشاي معايا في الكافيه ده، لو صادف ذا قبول منها ده سبب من اسباب الاباحه، ما فيش تبع عكس او تعرض لانثى. خلاص هنا في حاله الرضا. اذا عدم الرضا، ان عدم الرضا اصبحت الجريمه واقعه ولا عبره، ده القانون اللي قال كده، ولا عبره بما يبتغيه الجاني. يعني ايه؟ يقول لك لا اصل انا قلت يمكن حد يعاكسها في الشارع فتعالي نشرب. انا عايز افهم، هو في حد، في اتنين يختلفوا عن ده تعرض لانثى؟ طيب حته بقى الاستاذ بيقول لك لا لازم يكون تلميحات جنسيه، القانون حسم هذا الامر سنه، القانون اللي هو المرسوم بقانون 50 لسنه 2014 اللي صدر من المستشار عادل منصور. اضاف جزئيتين، عرف الجزئيه الاولانيه التعرض للغير ان انا اعاكسها من غير ما المسها، اقول لها تعالي اشربي شاي، او اتفضلي معايا في العربيه، او افتح لها الباب، كل دي جرائم عقوبتها 6 شهور حد ادنى، واطلق العنان فيها للقاضي لعقوبه الجنحه، ممكن يدي لغايه 3 سنين في الجنحه. الجزئيه بقى عشان اثبت للاستاذ ميشيل ان الكلام بتاعه يختلف، انه اضاف ماده جديده اسمها 316 مقرر به، اللي هي التحرش الجنسي. دي غير دي ما كانتش موجوده. الماده دي اضيفت، اللي هي التحرش الجنسي، بالقانون، بالمرسوم بقانون 50 سنه 2014. كانتش موجوده في القانون، كان التعرض للانثى فقط اللي هو المعاكسه، ودي معاقب عليها، ما يقوليش لا، شرط يكون ان هو يشترط منفعه جنسيه، لا، المنفعه الجنسيه اللي انت بتتكلم عليها ده بنص ماده ثانيه بعقوبه ثانيه. يضاف الى قانون العقوبات ماده 306 مقرر به. يعد تحرش جنسي اذا ارتكبت الجريمه المنصص اليها في الماده 306 بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعه ذات طبيعه جنسيه. يعني لو انا مجرد ان انا عايز اقعد معاها واقضي وقت على الكافيه واشرب شاي، ده تعرض مادي. اذا كان المحكمه توصلت انك انت عايز تاخدها باللغه الدارجه اللي هو بيقول انا كنت هشقطها عشان منفعه جنسيه، هتخش هنا في جريمه اسمها جريمه ايه؟ 316 مقرر به، عقوبتها غير العقوبه دي خالص. معايا؟ العقوبه غير العقوبه خالص، حدها الادنى سنه، التانية حدها الأدنى 6 شهور. يبقى أنا هنا عندي جريمة وهنا جريمة. يبقى التعرض المادي يعني أنت مرتبطين. ثواني يا أستاذي، لا، فكرة العبارات المهذبة اللي بيتم استخدامها دي إن ده مضايقة فقط أو تاني يا أستاذ وائل، تاني عشان أسيب لهم اللي هم الكلام تاني. العبرة الفعل بيرتكب، الفعل المادي من الجريمة، إن أنا أروح لست وأعزمها على حاجة أو أتعرض ليها بالقول أو الفعل أو الإشارة أو التلميح، طالما ان عدم الرضا لديها. تمام؟ هتيجي تقول لي بقى انت النهارده العقل، لا مش يا سيدي، طيب انا مش خلينا عشان نبقى ردينا على كله بسرعه. تاني بيقول لك طيب ما ارتكبت جريمه التصوير، يعني هل الدفاع عن النفس بهذا لا الشيء؟ انا مش هقول دفاع عن النفس، انا مش هقول، ثواني بس هسميه ايه؟ هرد عليك. اسمح لي انا، طب هرد بس في جزئيه إيه؟ هرد عليك وهديك فرصه. انا ما بسموش دفاع عن النفس، تمام؟ حتى لو هو زي اللي بيقولوا، اللي هم اللي بيدعوا او ان هم بيشجعوا للرذيله والبعد عن الفضيله، انا بقول في الجزئيه دي لا، مفيش جريمه. ليه؟ الجريمه هنا انا عايز اي حد قانوني يقول لي هي ارتكبت جريمه ايه؟ انتوا هتعاقبوها بجريمه ايه؟ امال بنص الماده كام يا استاذ وائل؟ نص الماده التعرض بقى، ما هو تعرض حضرتك اسال، تعرض جائز ان يكون شخص. انا عايز اقول ايه؟ ما تعرض تعرض لسمعته يا استاذ وائل. انا من حق اصور، محكمه النقض قالت كده، لو اعتديت على حرمه الحياه الخاصه بتاعتك دون اذن تعتبر جريمه، ويجب ان يكون يتوفر لها الشروط، الا وهي ان اكون في مكان خاص واسجل لك وانقل لك التسجيل بدون علمك في مكان عام. القانون بتاعي قال كده، هذا امر. امر التاني، لما انا اخد قرينه لاثبات جريمه وقعت عليا في سبب من اسباب الاباحه، وناس قانونيين سامعيننا في هذا الكلام، في سبب من اسباب الاباحه. يعني ايه؟ فاكر لما انا عملت مداخله مع سعادتك بخصوص التسجيلات بدون اذن،
لما كان في هنا ضيف الاستاذ سمير صبر. انا ما ينفعش ان انا اسجل لك بدون اذن. لو سجلت لك بدون اذن انزل في جنحة. خلي بالك لو سجلت لك بدون اذن انزل في جنحة التسجيل بدون اذن النيابة تعاقبني. لكن لو سجلت لك بدون اذن بقصد تبرئتي من جريمة, يعني بسجل لك وبقول لك طب انت مش فاكر ان انا ماليش علاقة بالجريمة دي وانت شاهد على كده, باخد منك دليل يبرئني من جريمة, مفيش جريمة بالنسبة لي. في سبب من اسباب الإباحة. فكرة استخلاص دليل, يعني استخلاص دليل مش للإدانة ليك, لتبرئة الشخص اللي سجل. القانون قال كده. انا باخد قرينة هي وقعة التسجيل. عمر النيابة ما تاخدها دليل لانها تسجيل بدون اذن من النيابة العامة, مش هتاخدها دليل, لكنها قرينة على وقوع الجريمة. التحريات بتستدل بيها على وقوع الجريمة. انا اللي بيهمني بس مشيل وانت بترد على كل ده. لا هو في رد بس على حاجة تانية. انا ما اتكلمتش في موضوع التسجيل او التصوير بجريمة او بعدمه. انا بتكلم, لا انت قلت انها تم التسجيل, تم التصوير, ارتكبت جريمة. انت قلت اذا التعبير. انا اوضح لحضرتك ايه قصدي من الجريمة. انا عشان اوصف حد واكتب عنه ان هو متحرش واخليه في السوشيال ميديا متحرش لازم اكون استصدرت حكم قضائي نهائي بيه ضده ان هو متحرش. الى تاريخ هي ما قدمتش بلاغ اصلا. انا عايز اعرف طلب القانون كده بصراحه هي ليه ما راحتش قدمت بلاغ الى تاريخه. وهو احنا كده نسبنا له عيب وسميناه اعلاميا بقى منتشر جدا باسم متحرش التجمع الخامس. فهنا يا فندم لصقنا بيه عيب اصبح يحتقر بين اهله وامته حسب ما قال احكام محكمه النار. كنها لم تتقدم ببلاغ. لا امال هو التصوير برضه عنها جريمه يا عصام بيه. هو دلوقتي انا بسجل دلوقتي طلب القانون. انا بسالك سؤال وجاوبني. كون انها لم تتقدم ببلاغ هل ده بينفع عن لا يا فندم عشان اثبت على عصام بيه ان هو مرتكب جريمه لازم يثبت بيه في القضاء. انا ما بتكلمش في الادانه او البراءه. ما هو دلوقتي انا وصفت حضرتك, انا بتكلم بالتصوير. حضرتك وصفتني بما اني متحرش, لو وصفتني بكده هل في دليل على ذلك ولا كده الصقت بيا عيب؟ انا ماليش دعوه باللي هي قالته, انا بتكلم على الواقعه نفسها. ايوه ما هو حضرتك ما هو دي واقعه حقه وما هو شهرت بيه كده. ما اعتبرش ده التعارض اللي حضرتك قلت اصبح للذكر او الانثى بنص 1300. انت عارف يا استاذ ميشيل, يا استاذ ميشيل ثاني حاجه, عارف الجريمه دي هو حضرتك عارف الجريمه دي لو حصلت انت بتقول النهارده زي ما الاستاذه بتقول هو حضرتك الجريمه دي في الصعيد. اسمعني, الصعيد دي بيمكن يضيع فيها رقاب. انت متخيله كده لما يكون راجل بس هقول ايه هو دلوقتي عشان احنا مجتمع للاسف بيتيان الامور للاسف كلمه بيتيان الامور كلمه بيتيان يعني احنا بدانا نقلب الرذيله فضيله يا جماعه كده يا اسوان يا جماعه دي واحده يا جماعه دي واحده عشان نبقى نحبس مصر كلها. يا جماعه بس لو لا يعني ايه نحبس مصر كلها؟ يعني استنى بس يعني مصر كلها ماشيه لما بتشوف واحده تعالي البيت معايا تعالي اشرب تعالي اقعد في الكافيه. ما لو تعالي البيت انا ابقى تهرش تهرش لفظي ما لهاش تعالي البيت. لكن تعالي الكافيه انت عندك مقبول. لا ما اقصدش ان عندي مقبول, اقصدش ان ده مش جريمه. لو سمحت ده مش جريمه يا زويل تقبل. ما هو تاني هسالك يا فندم, انا بحضرتك في فرق بين السلوكيات تقبل او لا حسب المكان وحسب الوقت في المكان. يحبس كل شباب مصر وتسود الفضاء. يا فندم ايه المشكله؟ يا هو حضرتك كده لما انا اقول لاي حد يا استاذ عصام, انا دلوقتي لما اكون بتكلم مع حد بقصد قد يكون قصد حسن اقول له اتفضل اتكلم مع اتفضل اقعد في الحته الفلانيه. هل تقبل ان زوجتك تبقى في الشارع وانا اقول لها انا لا اقبل؟ انا بتكلم بس بتكلم من الناحيه القانونيه. انا لا اقبل, انا بتكلم من الناحيه القانونيه برضو. فين هي الجريمه؟ طيب هو قال لك انا رد على ده. لا يا فندم هو تفسير الاصام برضو مش شرط. هو هنا اصلا بعض ما يهربش من سؤال. هدوء, انا بقول لحضرتك اهو اختك او زوجتك. لا يا فندم دي سلوكيات انا بقبلها. تعالى يا شباب احنا موجودين هنا عشان عشان نتكلم. تصرفك انا تصرفك رد فعلك. انا هو انا دلوقتي هو سلوكيات حسن. ما هو تصرفك؟ ايه تصرفك؟ هتعمل ايه؟ لا طبعا انا اكيد هاخد موقف وهساله. اكيد هاخد موقف يا طبعا. يا سلام اكيد طبعا. انا بتكلم هنا ايه يا فندم؟ بتختاروا عليها ليه؟ لا يا فندم انا مش بتكلم في كده, انا بتكلم ان هي بتكتب الكلام جريمه. هو دلوقتي لو انا معاه بس ومش بتسكتوا عليها بس يتم اغتيالها الان. ليه بشكل نفسي ومعنوي؟ احنا بنتكلم يا زوال احنا بنتكلم دلوقتي. احنا بنتكلم ان هي السلوكيات اللي عملها الشخص ده هي ردة عليه جريمة, لان هي وصفته متحرش دون ان يصدر بحكم قضائي. لو عندك انا عايز تفسير واحد على ردود على ده. هي ليه ما حركتش بلاغ؟ طيب هي دلوقتي حد مجني عليه. هو قال لك لا ينفي الجريمه انما حركتش. مين قال انه ينفي الجريمه يا فندم؟ هو حضرتك تاني انا ما حركتش. هو دلوقتي المسلك القانوني في ان احنا ناخد حقوقنا ان احنا نصور فيديو ما حركش بلاغات.
فانت حتى يا فندم ايه تفسير حضرتك ان انا ما غلطتش بلاش؟ ماليش دعوه بده خالص، مش هينفي الكوكونا الجريمه. هو ما تقولش بالشكل القانوني يا استاذ اصاب. يا استاذ انا وانت انا وحضرتك هنا موجودين على الشكل القانوني. اقول لك بالشكل القانوني، في ناس بتقول لك بالشكل القانوني. انا بتكلم بالشكل القانوني، ممكن هو موجود. اديني فرصه بقى. طب هو مش جريمه ان هي؟ ما انت سالت يا استاذ، رد عليك يا استاذ وائل. القانون بيقول الاتي، انا قلت واعيد تاني، في فعل اسمه فعل فاضح في الطريق العام. ايوه فين هو بقى؟ خلينا اكمل انا في نص دقيقه والله. طيب اتفضل. وفي فعل فاضح في غير علنيه. في فعل فاضح في علنيه، المشرع قال كده، وفعل فاضح في غير علنيه. تمام. فعل الفاضح في علنيه ان انا ارتكب اي فعل فاضح على نفسي او على الغير في الطريق العام، يحق للمجني عليها اللي ارتكبت اللي تعرضت لهذا الفعل او الغير او حضرتك. لان ده خدش حياتك. لو انا ارتكبت فعل فاضح انت مضرور في الشارع، شفته بعينيك، من حقك تتقدم ببلاغ. اما الفعل الفاضح في غير علنيه اللي هو جوه اوضه اتنين موظفين، واحد عمل اي فعل مش مظبوط، ده بيستلزم شكوى من المجني عليها. تمام. الاتنين جرائم. افترض اللي هي المجني عليها دي ما قدمتش بلاغ. طيب. جريمه وقعت. خلونا يا جماعه هاخد بس تليفونات بسرعه ونشوف. وجدنا على مواقع التواصل الاجتماعي يتم إدانة الفتاة إذا تحدثت عن وقائع من هذا النوع، ويتم الاحتفاء بالشاب يعني، ويظهر يعني كبطل يتم التضامن معه، وإن الفتاة كمان يتم إدانتها بأشكال مختلفة. ليه البنت مدانة مصبحة؟